أبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر وفي خارج مصر، آباء كهنة ألمانيين، راهبات، رهبان، كل الخدام في الكنيسة. المسيح قام، حقا قام، بكرر التهنئة من جديد بعيد القيامة وزمن الفصح، وقد إيه كنا متحدين وحسيت بصلاتكم وصلاة الكنيسة. أنا حبيت أكون في تواصل معاكم في زمن الفصح وكمان في الشهر القادم اللي هو شهر مايو، بنحتفل بمناسبتين في الكنيسة الكاثوليكية عموما وإحنا كمان بنشارك فيهم. أولا عيد قديس يوسف العامل وهو حارس الفادي، وبنتذكر كويس جدا قيمة العمل وإنه هو تقديس لاسم الله وشرف وكرامة للإنسان. بأتذكر وأصلي وأدعو بالكل اللي يصلي معايا من أجل كل العاملين اللي حاليا في صعوبة كبيرة جدا يؤدوا أعمالهم. كمان المناسبة الثانية في شهر مايو هي إكرام سيدتنا مريم العذراء، وزي ما قدسة البابا كمان شجع الناس، إحنا متعودين بنعبر عن محبتنا التلقائية، محبة الكنيسة التلقائية لأمنا مريم العذراء أم الكنيسة وهي الشاهدة على القيامة. فبشجعكم بأن إحنا نصلي في عائلتنا كما تعودنا في خلال زمن الألام وأسبوع القيامة، كمان نصلي المسبحة مع بعض في العيلة ونحط نيات. وأكيد طبعا عن طريق النت وعن طريق التلفزيون ممكن نلاقي عوامل مساعدة كتير. فأنا بدعو الجميع، وقد إيه اكتشفنا قيمة الصلاة في العائلات. كمان في شهر مايو ما بنساش أبدا وأذكركم وأطلب منكم نصلي من أجله سيدنا غبطة البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب اللي في 1 مايو تم تنصيبه بطريرك للكنيسة. ربنا يديله ويحافظ عليه ويديله الصحة ويكون دايما بصلاته بركة وتعظيم لينا جميعا. وبنقول له كل سنة وانت طيب يا سيدنا أنطونيوس، ربنا يخليك لينا ويبارك فيك، وبصلواتك نمشي لقدام في الكنيسة. كل سنة وانتم طيبين وإلى الأمام، ومتحدين في الصلاة، والمسيح قام، حقا قام.